بالنسبة لهذا اليوم المبارك اللي في الحقيقة فيه الفريق ديالنا فريق المدينة كيمر واحد الأزمة اللي عارفة كل شيء، أزمة نتائج أولا، أزمة كل ما هو الشق المالي، أزمة تراكمات ديال الأزمات. المهم نحن اليوم كنتمنى ان شاء الله وكنتمنى غيكون الخير هذه المبادره ديال الاخوان لا قدماء لاعبين. كنشكرهم من هذا المنبر، كنشكر السي جمالي رئيس الجمعيه ديال محبين الاثار شباب المحمديه، السي عزيز بالبوداني الاخ الصديق، الاخوان الجمهور الكريم. اللي فرحت ليه اليوم هو انني رجع بيا الزمان الى الوراء، باقي صغير نمشي مع السي جمالي ومع السي احمد، كنتفرج في طريق الشهاب، كنتفرج في جرموني، كنتفرج في سعدان، كنتفرج في حميد الصبار، كنتفرج في الشيخ عبد الرحيم زوهو. اليوم انا جد فرح رغم الظرفيه، ولكن الحمد لله ولاد الشباب ولاد المحمديه كاينين ان شاء الله غادي نحاولوا نمروا من هذه الازمه. السي مصطفى بوفليج ما نساكش، والاخوان المستشارين السي ابو الفضيل نائب الرئيس ولا السي عبد الرحيم ولا السي ريحان كنشكرهم. اليوم خصنا نجندوا كاملين نقدروا، وكنقولها انا اليوم حنا جينا من الشيلة من عند اللاعبين نيشان عندكم، لاعبين دعمناهم طلعنا لهم المغال. احنا عارفين المشاكل اللي كيتخبطوا فيها، ما لا مشاكل ماديه. كان عندي لقاء اليوم في عماله المحمديه، طلبت لقاء مع السيد العامل، انا كنتسنى في هذه الساعات قريبه ان شاء الله، حيت باش نكونوا واضحين كاينه ازمه، وازمه اللي ما خصناش نتهاونوا فيها ولا نستهنوا فيها. كاينه ازمه خصنا نديروا اليد في اليد، من بعد غادي نجيو وغادي نتكلموا بالنسبه للشق ديال المنخرطين، بالنسبه كيفاش كنشوفوا التسيير ديال شباب المحمديه. شباب المحمديه راه كلها مشاكل، راه حنا مع اننا نديروا دورات نجلسوا نديروا اجتماعات مع المنخرطين، لقاءات مع المنخرطين، لقاءات مع لي زونسيان جوار، ولكن راه ملي كنحلوا عينينا في الصباح حنا كنسيروا المشكل اليومي. انا كنوعدكم الجمع العام ان شاء الله ما غاديش نقتصر غير على المنخرطين، غيكون جمع عام ان شاء الله باذن الله مفتوح امام الجميع اللي كتر توصيله مع شباب المحمديه. الباب مفتوح، ما عمرنا ما سدينا الباب، دائما باب شباب المحمديه مفتوح. اللي بغى يجي يعاون راه الباب مفتوح، اجي عاون بالقليل بالكلام غير لو سوتيان مورال، تجي توقف معايا راه كنحس بجنابي. اليوم انا كان عندنا لقاء في ملعب بشير الصباح، حالتنا لا اله الا الله، مي دابا ملي جيت الحمد لله فرحت ان شباب المحمديه باقا حيه وغادا تبقى حيه بكم انتم الاولين، بهاد الوليدات اللي غادي يلعبوا المقابله اللي غادي تكون مقابله مصيريه باذن الله، بالناس المكتب. شوف اليوم خصنا نديروا اليد في اليد، خصنا اليوم نديروا اليد في اليد أمام الآباء وكذا وكذا، نخليو المشاكل، نخليو النقاش من بعد، نديرو اليد في اليد كاملين، نحيدو الفريق ديالنا من هذه الأزمة. علاش كنشوفو فروق أخرى اليوم؟ أنا نقولها لكم دابا، وجدة القيامة نايضة في وجدة، واش أنا غنقولها لكم دابا، هو فريق كيلعب على باش يدي البطولة، ودابا جالس على شباب المحمدية، راه الناس المدن كاملة واقفة مع الفريق ديالنا، إلا هذا، راه ما يمكنش. انا كنقولها وكنعاود نقولها، راه يكون البديل اليوم مرحبا، رحنا مستعدين نحطوا هاد الفرقه هادي وحتى حنا نجيو نتفرجوا فرقتنا تكون بخير وعلى خير، اقسم بالله، ولكن نعطيوها الايادي امينه اللي غادي نعرفوا اللي غادي. اذا ما نطولش عليكم الاخوان باش نعطي السي صالح الجمعاوي الكلمه، كنشكركم جزيل الشكر. هذا هو المطلوب فيكم شبابي، انتم قبل مني انا كنقولها الباب مفتوح، والله يجازيكم بخير، وكنشكركم وديما ديما شكركم.